أكرم الله لكم الأجر بذكرى أربعينية الإمام الحسين، ما زالت جموع الزائرين تتوجه صوب كعبة الأحرار ورمز الثوار الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبا فضل عباس. مثل ما عودتكم قناة الأيام الفضائية في كل ذكرى لأربعينية الإمام الحسين، هناك تغطية خاصة ومكثفة وحصرية عبر عدسة قناة الأيام وشاشة قناة الأيام الفضائية. كادرنا اليوم احنا متواجدين في الطريق الرابط بين النجف الأشرف وكربلاء المقدس، الطريق المعروف بلبيك يا حسين. هذا الطريق اللي مثل ما ذكرت أمس أنه بدأت الذروة الحقيقية لأعداد الزائرين، أعداد كثيفة جدا على الرغم من بدايتنا الآن من بعد الساعة الخامسة، موجودة درجة الحرارة العالية بعض الشيء، ولكن الأعداد كبيرة جدا وبتزايد كبير جدا. كل يعني حقيقة والعمل المضاعف الكبير جدا من أصحاب المواكب حقيقة. قبل ما نبدأ بلقاءاتنا وقبل ما نلتقي بعض الزائرين ونشوف مشاعرهم بالتوجه إلى الإمام الحسين عليه السلام، أكو بعض الأخبار أيضا بما ذكرنا أن ارتفاع درجات الحرارة. أمس أعلنت العتبة الحسينية والعتبة العباسية عن استخدام مضخات أو مدافع الضباب اللي تقلل درجات الحرارة بمحيط الحرمين تقريبا 9 درجات. إذا كانت درجة الحرارة 45 يعني تقريبا 36 تسويها درجة الحرارة. حقيقة جهود كبيرة جدا ومن مهندسين وكوادر العتبات المقدسة والجهات المختصة الأخرى لتوفير نسعي الزائر الكبير الكريم. أيضا المهمة جدا هي أعداد المتطوعين أكثر. روضة الجنان له في الأربعين صدى التفاني، يهز الخافقين ينادي يا حسين، يهز الخافقين ينادي يا حسين. المشاركين بهذه الشهادة خلف مستشفى الفرات الأوسط التعليمي الطبية أيضا، هذا لخدمة الزائرين. جنب هذا المستشفى البسيط المتجول هناك أيضا مفرزة طبية من الجمهورية الإسلامية في إيران لتقديم اليوم الخدمات الطبية لمجموعة زر. وعليكم السلام. عليكم من عزيزان ومدام عزيزان ومدام افتخار هم اتشتی و برادران عراق هم بچهتان هم پیمان را پیمایی در این سرزمین افتخار و بزرگترین خدمتی که به ما کردن همراهی با ما کردن و پذیرایی حسابی از همه مردم ایران کردن. این برای ما افتخاری است که برادران هم دین ما هستن، همون راه حسین ابن علی را مانند زینب کبرا و ام کلثوم که انجام دادن به ما منت گذاشته که ما را پذیرایی کردن فرزندان اون قبایل خلیل الله ابراهیم است. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم. شوکم شو تعال اعرفك من مين انت؟ بطل انت. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ الحمد لله. اخبارك؟ زين الحمد لله. الشمس مذيعه، ناخذ النظارات مالك؟ بدو لك. الله يحفظك. لا دشاقه ولا. طبعا عظم الله لك الاجر بهذا المصاب. انت من وين؟ من النجف. من النجف يعني من داخل المدينه. وين ساكن بالضبط؟ يم الامام علي. قريب جدا على الامام علي. انت في مكان مبارك، نحزتك علي هذا الشيء. صار لك ايش قد طلعت من النجف؟ اليوم الساعه 6 الصبح. 6 الصبح. ابد ما استراحت؟ لا. استراحت شوي. وين استراحت؟ هنا عمود 200. عمود 200. اكلت شربت نمت شويه؟ ايه. جيد. شلون الخدمه مال الزائر؟ زين زين الحمد لله. زينه؟ زين الحمد لله. ايش خالك تطلع بهالشمس وبهالحر؟ للحسين. شو اسمك انت؟ راشد. اي راشد ارتاح، شدك جاي؟ نريد نكمل طريقنا. هيك تحب الحسين؟ ايه. ايش قد تحبه؟ هواي. لا والله. والله. تطلب من الإمام الحسين انت اليوم، بس اريد امنيتك انت الشخصيه، شو تريد؟ كل شيء. شو تريد؟ تحفظ امي وابوي. ربي يخليك، ربي يحفظهم. بالدراسه شلونك؟ زين الحمد لله. عاشت ايدك وريدك ناجح دائما. رحم الله والديك. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. ربي يخليك. السلام عليكم. شلونك حاج؟ خلاص. ايران. ايران ايران. ايران وين؟ ايران خراسان الرضوي. خراسان الرضوي. امام رضا. امام رضا. امام الرضا. مشهد. مشهد. مشهد المقدسه. خدمات علي خوب خوب خوب. ملة عراء. بالي بالي. راضي راضي. أهلا. كان هاي أمور طبعا. لا تدان. خوب خيلي خوب. حار. أمام الحمد لله والشكر. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. زيارة خدمات.
مشالله اومدن. ما افتخار میکنیم که امام ما، شیعیان ما، امام حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. افتخار ما، عزت ما، شرف ما، همه چی ما امام حسین. ایران، تهران، مشهد. اهل مازندران هستم، شهرستان ساری. شهرستان. آره شهرستان ساری. خدمات زائرین. عالی عالی عالی، ممنون. شکرن شکرن. عفو. برکات امام، برکات امام حسین، برکات امام حسین. شکرن جزیل. شکرن. خواهش. سلام. نعم تفضل. نعم نسطیک فرصت. خب بسم الله الرحمن الرحیم. منم از اصفهان اومدم و به اصطلاح مکبای فرابانی در راه دیدم که همه دارن خدمت میکنن با آقای امام حسین. باعث افتخار ما، تمام شیعیان جهان، ایران، عراق، عربستان، همگی که با هم انشاءالله متحد باشیم و بر ضد دشمنان اسلام قیامی داشته باشیم. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعم یفتخر انه وجد مان ويفتخر بهذه الخدمة. لاكو فرق بين العربي أو الفارسي. سلامنا عليكم. از شهر احمد ابن موسى شاه چراغ شیراز. شیراز. بله. فقط زیبایی های اربعین امام حسین. حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. والشاهد بالطريق فقط الجمال، الجمال. اليوم هاي المسيرة الحسينية يعتبر اليوم من الجماليات الكبيرة جدا اللي حقيقة اليوم يفتخر بها أي زائر، إن كان إيراني أو عراقي. مع العلم يتكلمون بالفارسي بالعربي. يا ما شاء الله إنه حب الحسين يجمعنا، وحسينيون حتى الظهور مستمرين بهذه التغطية. السلام عليكم، كيفك حاج؟ وين وين إيران؟ اصفهان. اصفهان. خدمات جيد؟ همه چی خوب؟ موجود. نعم. موجود. زیاد. تكلم فارسی. بسم الله الرحمن الرحیم. علی رضا فاروق هستم از استان اصفهان. امسال به لطف خدا قسمتم شده آره تو این رابی مشای بیایم با دوستان و دوستان عراقی، هر چی دارند و ندارند گذاشتن و واقعا خدمت گذاشتن با این هوای جرمی چه هست، از نمیدونم کولر، آب، همه چی موجوده. دستشون درد نکنه. این؟ پاسپورت. 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 حوال قرآن کریم. شکرا جزیلا. تفضل حاج. سلام علیکم. سلام علیکم. وین ایران؟ من ایران، بله، از استان کرمان، سیرجان. کرمان. کرمان، بله. کرمان حاج قاسم سلیمانی. بله. الله رحمان. یا رب. بله، استان کرمان، قاسم سلیمانی، سردار ما. سردار. 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 بله، خیلی خوب. خوب. فخر کرمان. بله. بطل کرمان. بازم کرمان. همش کرمان. خوب، خیلی خوب، خیلی خوب، واقعا خوب، خیلی خوب میرسن، قشنگ. از طعام هم خیلی همه چی خوبه، خیلی خوبه. خدمات جیده. خیلی خوب، همه چی خدمات من خوب. ملت عراق خدمات زیاد. بله بله، خیلی خوب. خوب خوب. شکرا جزیلا، ممنون ممنون ممنون. احبتي المشاهدين، الجميل لما نلتقي شخص من هذه المدينه العظيمه التي قدمت بطل من ابطال الامه الاسلاميه وهو الحاج قاسم سليماني. ربي رحمه ان شاء الله برحمته الواسعه. حقيقه اكو شيء، بما انه ذكرنا سيره القاده الابطال، الأبطال، قادة النصر. حقيقة كثير من الزائرين، كثير من الزائرين بأعداد كبيرة جدا. أشوف أنه يمشي بالزيارة شايل الجنطة ومعاه صورة إذا كانت للحاج قاسم سليماني أو للحاج أبو مهدي المهندس، زيارة بالنيابة، يعني زيارة بالنيابة كثير. فما شاء الله هذا الفخر العظيم، حتى بعد استشهادهم الناس بآلاف، مئات الآلاف. إذا عندنا زائر من البحرين تفضل. حي الله للبحرين، حي الله المنامة. شلونك؟ الله يحفظكم، عظم الله لك الأجر وأجركم. الله يحفظك. بس هذا سجين مو شهيد. هاي هذا تكلم على قادة النصر الشهداء، رب إن شاء الله يفك أسره. يا الله يا الله. هذا ولدي تعرض لتعذيب حتى يعترف بقضايا سياسية، هو سجين رأي، انسجن وحكم عليه بالمؤبد في قضية اعترف فيها مضطر، هي قضية حزب الله البحريني. وأنا أحمل صورته هني حتى الناس تشوف صورته وتشوف علم البحرين، تعرف أنه هو من البحرين
تدعو له بحق الإمام الحسين وبحقي هذا الطريق، طريق الجنة، طريق المشاية، إن الله يفرج عنا وعن كل سجين سجنة لخلفية سياسية، سجين مظلوم. قد عمره؟ عمره 27 سنة، انسجن عمره 20 سنة. بالأحداث اللي صارت وحكمه بالمؤبد، بس احنا أملنا بالله كبير وأملنا بأهل البيت كبير وبدعاء المؤمنين، وإن شاء الله الفرج قادم له ولكل شعب البحرين. دخل إلى ضريح أبو فضل العباس، شو راح تطلب منه؟ بقول له أول كلمة، أنت ما ترد طالب حاجة، وأنا جاي إنك طالب حاجة، وولدي مظلوم، والقرار إليك يا أبو الفضل. يا رب إن شاء الله. يا الله ودعاكم. إن شاء الله بدعاء ونية الفرج. يا الله. نادي لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لحق هذه المشي إن شاء الله. إنه ترجع للبحرين وتفرح. يا الله. مشكور والديك. جزاك الله خير. الله يحفظك. ربي يخليك. مشهد يعني حقيقة ما أتمنى اليوم لما نشاهد شاب بهذا العمر مسجون للأسف يعني هذه السلطات والأنظمة الاستبدادية المستمرة بقبع شيعة إلى زوال إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلونك إن شاء الله؟ الله يرضى عنك. تعرف بيك من وين؟ أنا أبو أحمد رزاق حيلون من النجف. من النجف، من داخل المدينة. من داخل المدينة. أنا قد طالع حاج. والله أمس طلعت. أها أمس. إي والله. وصلت اليوم هنا. إن شاء الله. ماكو تعب، حار. تعب الحمد لله والشكر، نعمة من الله. أها. هو اللي يشوف هاي النعمة بعد يتعب. اها والله هاي المشاهد تريحك. محرومين منها بزمن الطاغية، محرومين منها هاي الشغلة. شنو كان اللي يهدد وما نحى؟ ما نحى اللي يهدمون بيته، يفلشونه، الحزبية يسجنونه، يعني حالة حال المجرم. ليش كل ظالم يخاف من مسيرة الإمام الحسين؟ هو قبل اللي يمشي الكربلة عابر حدود مثل ما أنت رايح بدون جواز لغير دولة. هيك يسجنونه شهر سنة وشهر. زين تعرضت للمضايقات اللي تمشي بالتسعينات، سولف لي على فت قصة. هواية والله، مرة اكو هنا بخان النص، هذا خان النص، ثلاثة جنود من جنود الطاغية ركضوا ورانا، احنا خمسة وشاردين من ثلاثة، هذول اثنين ردوا ظل بس واحد ركض ورانا. بعدين قلنا احنا الساعة خمسة وهذا واحد، خلنا نرد نبسطه. وقفنا شرد هو. الله شاهد. كملتوا. كملنا النوبة احنا. هاي سنة تقريبا. اي والله بال 92 92 الوضعيه متوتره كلش بشدها، يعني احنا نروح على البزل، هاي جاده ممنوع تمشي بيها. ايه على البزل بالهذا. والله مره هم ضلينا ببسط البزل قاعدين لما مشوا سيارتهم. ايه. منشئ موقفين يشيلون الناس يحطون بالسياره. مع بركه الامام الحسين اليوم الدوله هي تحمي الزائرين. صار تحمي ونعمه الله، هاي جيشنا. اي أيوة والله الحمد لله والشكر. ربي يحفظك ونسالك الدعاء وعظم الله لك. بس اريد اقول بس شيء واحد، انا اقول ارجو من الله والامام الحسين بان هاي الناس اللي تمشي هسه تكون من ترجع لها، لو تخلص الزيارة تكون تبقى على هالنهج هذا ان شاء الله يا رب. مو ترد مثلا حكومتنا ما تحترم الضعيف يعني بس الزنقين. الحمد لله احنا نريد من الله والناس تكون تتعظ يا رب. اي والله رحم الله والديك. ممنون منك حاج، الله يحفظك في دول عمرك. الله يخليك. طبعا احبه المشاهدين، مستمره عدسه الايام وشاشه الايام ما مثل ما كل سنه تعودكم على التميز بتغطيه الاربعينيه. ننتقل الى الزميل العزيز والكبير الاستاذ فلاح القرعاوي من النجف الاشرف. السلام ورحمه الله وبركاته، واشكر زميلي ظفر الذي يقف منتصف طريق حسين الرابط بين النجف الاشرف وكربلاء المقدسه. قدم لنا بدايه الاستعدادات الخاصه بشبكه مراسلي قناه الايام الفضائيه، ومثل ما شاهدتوا معنا على مدى الايام السابقه شبكه مراسلي قناه الايام الفضائيه منتشره على طول الطريقات المؤديه الى كربلاء المقدسه ومنفذي زرباطيه، وكذلك المنفذ الاخر الشلامشة، حيث يقف المراسلون متوجهون ومتسلحون بحب الحسين والعقيده الحسينيه وحسينيون حتى الظهور. وهذه الشبكه لنقل صوره وافيه عن المسيره الاربعينيه اقف على الان في مفترق طرق المؤديه من النجف الاشرف الى كربلاء المقدسه وبدايه طريق يا حسين. وعودناكم يوميا نقف في منطقه معينه لنقل الصوره والحدث اولا باول، وبحسب تصريح وزير الداخليه هناك اكثر من 4 ملايين زائر دخلوا الى العراق، واحنا ان شاء الله هذه الزياره مليونيه بمختلف جوانبها بمختلف
تفرعاتها. النجف الأشرف بحسب تصريح خاص بأنها استقبلت من بداية السفر لحد الآن أكثر من 3 ملايين زائر، ومستمرة مدينة النجف الأشرف باستقبال الزائرين. مطار النجف الأشرف الدولي استقبل من أول سفر لغاية هذا اليوم أكثر من 500 رحلة جوية تقل على متنها قرابة 100,000 زائر عربي وأجنبي من دول عربية ودول الخليج، وفضلا عن الدول الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الهند باكستان ودول العالم. نستطيع أن نقول بأن زيارة الأربعين أصبحت على وجهها، الآن تتجه نحو الذروة، والشاهدون الخدم خدم المواكب الحسينية والسالكون على هذا الطريق هم من يقفون على هذا الطريق لتقديم الخدمات إلى زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. سلام عليكم وقواك الله، شفتك واقف وصيح للزوار تعال اشرب عصير وبرد. أن جميع الزوار جميع شيعة أمير المؤمنين بهذه المناسبة، مناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، يوم رجوع سبايا أهل البيت من الشام إلى كربلاء، يوم مصيبة محمد وآل محمد، لازم نواسي فاطمة الزهراء وزينب عليهم السلام برجوع السبايا بهذا المصاب الجلل. نرجو من الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا بحق محمد وآل الله. يعني شاهدناكم تواصلون الليل بالنهار بتقديم الخدمات، وما شاء الله هذا العصير يعني، وحتى الزائر يكون إلى مدد، أجواء حارة وتطون هذا فضل. قليل بما نقدمه الإمام الحسين. الإمام الحسين قدم ضحى بالغالي والنفيس، غلى بنفسه بعياله بأصحابه بأولاده، هذا قليل، هذا جدا قليل يا أخي، والله قليل، نحن مقصرون في هذا الشيء. مشاعركم وتستقبلون الزائرين من مختلف الجنسيات، العراق اليوم أصبحت الزيارة عالمية، مشاعرنا لا توصف أبدا أبدا حقيقة. نحن نسهر الليل ونقدم الطعام ليلا نهارا ولا نحس بأي تعب حقيقة، يعني والله قلت لك احنا مقصرين، نرجو من الله ان يتقبل. كل التوفيق ان شاء الله. موفقين مشاهدين كرام، والشاهدون خلفي الجميع من الاخوان الزائرين من الجمهورية الاسلامية الايرانية من الدول العربية، والكل اليوم ما شاء الله من باكستان من مختلف الجنسيات. لهذا نقول بانه هذه الزيارة اضحت زيارة عالمية، وبمستوى الحدث وبمستوى هذه الزيارة تقدم هذه الخدمات وجهود ذاتية. أصحاب المواكب اليوم يقدمون كل الخدمات، وإن شاء الله. سلام عليكم حجية، تعالي يمه تعالي هنا 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 هنا. شنو تعبانة؟ لا والله الحمد لله، شكر لله. أنا راح لبا عبد الله. أي والله، أي والله زينب وساعتها. إحنا بيش نجازيها زينب، بالشدات كلها هي تحضرنا بالشدات وبالمصائب، والله ساعتها على ما سبت. احنا سناكل ونشرب، هي لا تاكل ولا تشرب ولا تنام ولا تقعد، وروس اخوتها وياها والحمد لله. ويا من رايحه؟ انا رايحه. مين ماخذته وياك؟ واخذه ابن اختي. وياك ماخذ؟ اي واخذته وياي بالطريق. بالطريق توصين بالسلامه ان شاء الله. موفقين ان شاء الله. انا 12 سنه روحا. موفقه موفقه، كل التوفيق ان شاء الله، كل التوفيق. مشاهدي الكرام، احنا مستمرين وياكم بنقل هذه الصوره المشرقة الوضاءة للمسيرة الحسينية المنطلقة نحو كعبة الأحرار، حسين الشهادة، حسين الكبرياء، حسين الإباء. وهذه المسيرة هي عنوان لعقيدة وضاءة على طريق الثائر البطل الأبي أبي الضيم سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. وهكذا تبقى هذه المسيرة مستمرة، ونشاهد المواساة من جميع الجنسيات. لهذا نشدد على أن هذه المسيرة عالمية بأهدافها، عالمية بعنفوانها، عالمية بعقيدتها. ونسعى من خلال شاشة الأيام وشبكة مراسلين أن نقدم هذه الصورة الوضاءة للمسيرة العالمية إلى أصقاع العالم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. جواك الله حبيبي. تعال منا 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 أسير قدام الشاشة حبيبي. شلون؟ على الله. وين رايح؟ سيد الشهداء. بدور رحلة. حبيب قلبي. شوف العزم والهمة والقوة والعقيدة. بعد هي فطرتنا وعينا عليها. هذا طريق الأحرار، طريق الثوار، طريق سيد الشهداء. كم سنة تمشي على هذا الطريق؟
مو اقول لك هواي اول مره كنت 5 سنوات امشي بس هسه مشيت من النجف يعني كودا دوام ومرتبط ملتزم. ها فهد ناكد مرات المشاهدين اخوتنا الموظفين اصحاب الدوام مرات شو يسوي؟ يحاول قدر الامكان يستثمر يوم يومين. اكو بيهم موظفين يعني باستراحته يمشي وين ما يوصل يرجع يكمل دوامه والنوبي بعد هاي الهام من سيد شهداء يعني لا وعينا على الفطره احنا بيه موفقين ان شاء الله. رحم الله والديك حبيبي خلتناك دعاء وزياره حبيبي حبيبي يا حبيبي. مشاهدي الكرام الجميع يشعروا بالغبطه والهياك. السلام عليكم حبايب قلبي. افترن افترن تعال 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 ما شاء الله ما شاء الله. شو اسمك؟ ساجة. ايش قاعد تسوين ساجة؟ ها؟ ايش قاعد تسوين؟ قاعدة اوزع عطورة للناس. للزوار؟ اي. الرايحين للحسين؟ شنو هاي يا حبيبتي زجاوي حسين من مولانا ابو حسين؟ وانت شو اسمك؟ رقية. رقية شو تسوين رقية؟ اوزع يا زواي عطي. عطير؟ اي. وانت شو اسمك حبيبتي؟ فاطمة. فاطمة شو تسوين؟ اوزع يا زواي كلينيس. كلينيس؟ جايين بالموكب انتو؟ اي. شو تسوون بالموقف؟ هم تطبخون تكنسون؟ لا بس نكنس وننظف والدار نوزع. توزعون عطر. جاي ويا بابا وماما من ابو على الكاميرا. نوزع العطر للناس يعني مو احنا خدام الحسين نوزع. يعني خدامة الحسين تصير نظيفة وتصير مؤدبة وتلبس حجابها الحلو مو؟ كل التوفيق حبايبي ربي يوفقكم ان شاء الله. مشاهدي الكرام طه يقول لي وصلنا الى نهاية جولتنا بعد ان كان معانا ظفر في منطقة معينة وايضا احنا في منطقة معينة ولدينا انتقالة لاخواننا بعد دقيقتين يقول لي يقول بعد دقيقتين احنا مستمرين وياكم بهذه التغطية المباشرة من شبكة مراسلي الايام وتشاهدون على هذا الطريق هو هنا اخواننا اللي يحاولون على هذا الطريق كل من يريد تظهر صورته وكل من يريد يشارك وكل من يريد يكون مع الذين ذاهبين الى كربلاء المقدسه بهذا العزم بهذا الاصرار بهذه العزيمه. ومثل ما تشاهدون الجميع هنا اللي يقدم الخدمات كبير صغير واللي يشارك بالمسيره كبير صغير الجنسيات المختلفه الكل هم شعله والكل هم نشاط والكل هم اباء والكل هم توفيق. وهذا هو طريق الحسين طريق الشهادة طريق الإباء طريق السير على هذه النهضة الحسينية. ولهذا فإحنا نشدد على عالمية هذه الصورة وشبكة مراسلي الأيام اتخذت شعار إلها حسينيون حتى الظهور. وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة. لدينا إخواننا ينتظرون على الطرقات المؤدية إلى كربلاء في المنافذ الحدودية. ننتقل الآن إلى أحد الأخوة المراسلين في شبكة مراسلي قناة الأيام الفضائية. متواصلين لكم بتغطيتنا لأهم حدث بالسنة خصوصا أنه الحدث يعتبر عالمي ألا وهو زيارة 40 سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين. حدث الذي ضم السنة الماضية أكثر من 22 مليون زائر ومن المؤمل أن يتجاوز هذا الرقم بهذه السنة ومن خلال الزائرين اللي موجودين هنا بطريق يا حسين بشارع الإسكندرية. يعني ما شاء الله اليوم الشارع عج بالزائرية أبا عبد الله الحسين والمشاية بتزايد أكثر خصوصا وأنه بغداد لم يخرجوا بكل المناطق لغاية الآن على أمل أنه يوم غد يوم الجمعة يصادف أنه عطلة لجميع الموظفين يشهد الشارع عدد أكثر من الزائرين. الآن مع الخادم أبو حسين. أبو حسين عمو قبل الله عظم الله قبل أعمالك حمال الله لديه. إحنا خدام زوار بقية الله موكب بقية الله جايين خدمة الزوار الإمام الحسين. وهذه المسيرة مسيرة لزيارة زوار الحسين تعتبر يعني زيارة مباركة لأن الحسين سلام الله عليه قدم وضحى من أجل يبقى الإسلام والدين. وأنا كنت موظف بالوزارة النقل حقيقة وكانت عندي منشأة ونقل الزوار. أيوه. من يا سنة بديت تقريبا؟ أو هواي من ذاك العهد لحد هذا العهد. اي ننقل الزوار من المقطع الى الحضره الكربلاء. اي بقيت محافظ على هذا؟ بقيت محافظ هسه شويه قمت اخدم الزوار بالمواكب وانا بخدمتهم و
وهذه المسيرة يعني تبقى إن شاء الله خالدة. الله يتقبل. بس أنا اللي أريد أشيد به أنه خصوصا تعم أبو حسين، يعني ما شاء الله جاي نشوف أولادك كلهم موجودين، أحفادك كلهم هنا موجودين، خصوصا أنه الأطفال علمهم على هذا. الحمد لله والشكر. والله هي يعني شغلة يعني فطرة، يعني مو لا واحد ينخي مثل ابنه أو صديقه، فطرة نشوفها كلها جاية على زيارة أبو عبد الله الحسين. نعم الله يتقبل ان شاء الله. شوف الزاير، زاير عبد الله، على السلام. الله يسلمك. من بغداد. شو وقت طلعت اليوم؟ والله طلعت اليوم ان شاء الله. بغداد طلعوا ان شاء الله؟ ان شاء الله بطريق قسيم. يعني ممكن باكر ان شاء الله. ان شاء الله. اليوم طلعت مشي؟ والله قسم بالسياره قسم مشي. قسم بالسياره قسم مشي. اي والله. ليش طلعت متاخر يعني لو هم يلا؟ لا والله طلعت من الصبح، طلعت وشويه مسوي عمليه وما اقدر يعني. مسوي عمليه وجاي. شنو عمليتها؟ عمليه مال ناسور. زين. سويتها وبعد قلت خلى روحي رايح رايحه وجاي يعني. اي والله. انت هاي الزياره ما تفوت ان شاء الله. كل السنه انا ان شاء الله اجوها كل 40 10 محرم انا اطلع ان شاء الله. صحه وسلامه. الله يسلمك. وتنسانا بالدعاء زايد. الله يسلمك. الله يسلمك. شلونك عمو؟ شخبارك؟ يلا والله ازوج. والله ما اقدر اعبر. ها يلا خير ان شاء الله. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي ما شاء الله يعني اليوم شبابنا السلام عليكم. عظم الله اجرك. منين جيتك؟ بغداد. اليوم طلعت بغداد؟ البارحة انتوا والشباب؟ البارحة احنا والشباب طلعت الحمد لله. هاي يا سنة لك يعني جاي تجي؟ السنة الرابعة. السنة الرابعة؟ نعم. يعني كل سنة ما تفوت؟ لا هاي السنة الرابعة كل سنة. وانت ونفس الشباب جايين؟ نفس الشباب كل سنة احنا. كل سنة حلوة وخدام كلها مرتبين الله يحفظهم. حارة حارة هاي السنة. ما يخالف لأجل الحسين. صارين. لأجل الحسين لو محر لو دم. والله يستاهل ابو عبد الله الله يحفظه. الحمد لله الحمد لله والشكر. الله حبيبي عليك السلام وتنسانا بالدعاء. شلون ايش قلت شلون؟ نعم مشاهدي الكرام، اذا بالتالي يعني مثل ما جاي يشاهدون اليوم حتى الاطفال موجودين. شلونك زايد؟ شلونك زين؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. منين جيت؟ من بغداد. يوم طلعت؟ لا من البارحه. والله هيا سنه لك؟ ثالث سنه اروح. انت ويا من؟ انا وبيتي. وهلك وياك؟ ها؟ لا بس انا وبيتي هناك قاعدين. وين هناك قاعدين. يعني كل سنه انت تجيبها؟ ايه. ما تمشي ويا غيره؟ لا لا. ها؟ والله. عايز اصدقائك؟ ايه. وجايب بيبيتك وجايب؟ ايه يحسن. يلا الله يتقبل ان شاء الله. هاي بيبيتك؟ هاي بيبيتك؟ هاي بيبيتك؟ زايرة تفضلين. ها شلونك؟ زين الحمد لله. شخبارك؟ الحمد لله. عظم الله اجرك. ليش جاي للزياره؟ على مود الامام الحسين. على مود الامام الحسين. زين. ورايح مشي من هنا لل ما فع السياره. ما فع السياره. ولا تروح بها؟ ولا اروح بها. انت وعائلتك جايين؟ لا بس انا وبيتي. بالتوفيق. حجي الله يساعدك. تعالي تعالي لهنا. طين التمر عمو، طين التمر. هاج حلي لنا تمر. ليش وحده؟ قواك الله. هذا ابنك؟ ابن ابني. ابن ابني. هاي السنة الأولى، الخامسة، الرابعة. السادسة هاي. يا الله. اي والله. كل سنة أنتوا يا. هيك والله كل سنة، أنا أمشي على مودة. تمشين على مودة؟ اي والله. هو يمشي على مودة؟ اي والله ما أقدر أمشي أنا، أبن أصعد يظل يصيح. حبوبة إلا أمشي مشي. زين وهالسنة خو ماكو تعب. لا نعمة والله والخير ضال ونعمة والله إن شاء الله يكفيكم الشهر. بجاهز زهرة. اي والله. الجميع. انا هم عندي ابني بحلك مشى من الفجر واحنا هنا ببغداد. الله يحفظك. اي والله. انت من بغداد جاي؟ اي والله. اي الحمد لله والشكر. طريق شمس حاره شلون؟ خير خير نعم. تمشون الظهر لو بس العصر؟ لا الظهور العصر شو وقت ما شاء الخير ضال ونعمه وفي ونعمه بصايت الله والحسين. يلا اي والله. يا بعد قلبي ان شاء الله للجميع. الله يسلمك. الله يسلمك دايره. نعم صديقي. عظم الله اجرك. اه زيارتك. جينا من بغداد. اي شلون الطريق؟ والله زين. والله الحمد لله. ما شاء الله هاي السنه هاي زوار. السنه خير من الله. والله. طريق السلام. نعم مشاهدي الكرام، يعني هي هاي الايام مباركه خصوصا انه العراقيين بهذا الموسم يعني يعتبرون انه موسم الزياره تجاره رابحه مع سيدي ومولاي الحسين. هلا وكرر. شلونك كرر؟ زين. زين. وين ابوك؟ ترى اليوم شو وزعت؟ علي؟ وزعت عصير. وبعد؟ عصير ورق. ها؟ ورق وتمر. كرار انت ما تنام يوميا؟ تبقى بالاربعة بالاربعة. ليش؟ ما تقدر مو؟ ايه. لازم تخدم. زين بالليل ايش راح توزع لنا الريز وين؟ ريزو وزعت. واليوم؟ يوم ماكو ريز ولا؟ والله ما كنت تاكل. هاي الحبابة هلا بالحلوة هاي. شلون الزايرة؟
فين؟ شو اسمك؟ خولة. ها؟ خولة. خولة، منين جيتك؟ ها؟ منين جيتك؟ من أي محافظة جيتك؟ منا. أنتوا يا من جاية؟ فقر ويمون. ويمون، هاي أول سنة تجين؟ إيه. لو كل سنة تجين؟ كل سنة تجين. يلا الله يحفظك إن شاء الله خولة. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي شلونك زاير؟ قواك الله. تعال هنا، تعال هنا. قواك الله. وحالك وماكو تعب؟ لا الحمد لله خير. نعمة. والله. والجو والحرارة؟ الحمد لله نعمة فضيلة. زين الأمور؟ يا سنة لك جاي والله إن شاء الله نقول الخامسة. هاي الخامسة. وأنا أخدم. زين شلون تخدم وتمشي؟ تروح من الموكب مشي؟ إي أخدم مرات أربعة أيام وأكمل هناك الوقت. أبعون. هسه راح تروح للموكب؟ إي أول مرة أطلع أزور بعد هي زيارة. وارجع للموكب. ترجع تخدم؟ إي. زين ليش هذا التعب؟ يستاهل ابو عبد الله. يستاهل. هذا الموسم ما يتفوت انه تخدم وتزور. اهم توفيق. نعم الحمد لله. ان شاء الله طريق السلام. الله يسلمك. وننسانا بالدعاء. لا ان شاء الله. هلا هلا بالزينبيه، شلونك؟ شلونك عمي؟ شخبارك؟ الحمد لله. من وين جيتي؟ اني من بغداد. من بغداد، شو وقت طلعت؟ صار لنا سبع ايام بس. سبع ايام؟ اي موكب عندنا. جاي تخدمين. هو اهلك؟ ايه. شلون معنا وياك؟ والله زين. هلا شلونك؟ زيني. شو وقت جيتي؟ اليوم. اليوم هو يوم ولدك بالخدمة؟ اي. شفتوا الزوار؟ اي شفت. ها؟ شفتوا الاوضاع؟ اي. نعم مشاهدي الكرام. الزوار. ايش بهم الزوار؟ ها؟ ايش بهم الزوار؟ اوزع. ها؟ اوزع لهم. توزعين؟ كوتشي. ايش وزعت اليوم؟ وعصاير كوتشي. وبعد؟ تمر. ما تعبانة؟ عفية عليك، عفية تبارك. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي مواكب العزاء القادمة من جميع المحافظات ويعني من بغداد وباقي المحافظات من أجل إحياء زيارة سيدي ومولاي أبو عبد الله الحسين الأربعينية، الحدث الأكبر والأهم. كراشون الحمد لله حبيبي على الله. أنتم من أهل القرية هنا؟ أيه. زين وضعكم أنه الزيارة هاي تنتظروها؟ إيه كل سنة ننتظرها. كل سنة ننتظرها. إيه نحب احنا نحب ابو عبد الله، نحب لنا الشاي مالته، احنا نخدم في هذا الموكب. عافية. اي. كم سنة صار لكم بالخدمة؟ صار لنا هواي يعني تقريبا خمس سنين ستة، يعني عمره سبع سنوات انا بالموكب. وبالتالي هي تجارة رابحة. اي حبيبي. تجارة رابحة. نعم وبالتأكيد انه هي تجارة رابحة لخدمة الزائرين، يعني شاهد عن مجمع موكب بقية الله اللي ممكن بدأ بشكم كيل وشكر وشاي، لكن الآن بفضل بركات الإمام الحسين يعني جاي نشوف ما شاء الله مجمع كبار وقدام موجودين ما شاء الله عليهم. شلونك زايد؟ الحمد لله زين. تعبون؟ ما لسف عليك. شنو نتعب احنا؟ ولا نتعب. عفية. وعلي. منين جيت؟ والله جيت من نهروان من بغداد. شو وقت طلعتوا؟ طلعنا البارحة. ايه. واليوم وصلتوا هنا؟ اليوم ان شاء الله. هذا انجاز. شو ما قعدتوا ما بتون؟ لا والله بتنا بالاسكندري يوم واحد. يوم واحد بتنا وسط. جريتوها مش؟ اي والله. شو وقت ان شاء الله تدخلون عازمين على كربلاء؟ والله ان شاء الله اليوم بالليل 12 بالوحده طابي. اي والله. مستعجلين؟ لا ما مستعجلين نشطين يعني. يعني احنا بينا حين نمشي. فيكم اي. ان شاء الله كل الزوار بيها حيل. وكل سنه انت والولد؟ اي والله انا جماعتي كل سنه. هذاك اخوك؟ لا اصدقائي. اصدقائي. اي والله. كل سنه انت وياهم. اي يلا ان شاء الله طريق السلام. الله يهديك. مو تنسانا بالدعاء. لا ان شاء الله. يلا بالتوفيق ان شاء الله. نعم مشاهدينا الكرام، يعني تحية لكل الجهود للدوائر الحكومية اللي حقيقة يعني انه تتابع وبشكل متواصل على موضوع الكهرباء والماء والتنظيف وما شابه ذلك، فتحية لكل كوادرنا اللي موجودين هنا اللي موجودين بمنطقة الإسكندرية، متواصلين وياكم لكن هذه انتقالة لك. لإخوان المضيفين إن شاء الله. شكرا جزيلا. منذر حميد النزال مثلية مواكب الحسين في محافظة. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. إيراني. فارسي باش. السلام عليكم. السلام عليكم. إن شاء الله مأجورين. شو ما اسمك يا أمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله حسين. أهل بوشهر أسيم. من بوشهر. بوشهر. تشکر ویژه از برادران عراقیمون بابت پذیرایی خوبشون، بابت ایابزا، موکب، ماشین، همه چی خدا رو شکر امسال نسبت به سالهای گذشته خیلی امکانات بهتر شده. اینجا جا داره از دولت عراق خیلی تشکر بکنیم از پذیرایی خوبشون، حمل و نقل خیلی خوب شده نسبت به سالهای گذشته.
امکانات واقعا خوبه، هم برادران خوبمون در ایران هم برادران خوبمون در عراق. خیلی در اولین بار اومدی عراق زیارت؟ نه، بار فکر کنم دعومه المرة العاشرة انت تأتي. يتشكر من جمهورية العراق والشعب العراقي على هذه الخدمات، يشيد بالخدمات ذهابا وإيابا، خدمات متوفرة مستمرة، وهم من بوشهر، قادم من بوشهر هو وأخيه لهذه الزيارة المرة العاشرة على التوالي. شكرا جزيلا للشعب العراقي الذي يقدم هذه. آخرين كلمات ان شاء الله که نصیب همه مسلمانای جان افلام بشه که از این خیر و برکت ائمه معصومین به ویژه امام حسین امیرالمومنین ابوالفضل عباس همه بیان ان شاء الله استفاده بکنن و این وحدت مسلمین که در اربعین حسینی 20 میلیون نفر میان شرکت میکنن که این جای تشکر ویژه داره از برادران عراقی و دولت عراق بابت پذیرایی از 20 میلیون 20 مليون ايراني دنيا مسلم على كل دنيا ان شاء الله. هذا الحدث يوحد الشعب، يوحد الامه الاسلاميه تحت رايه الامام الحسين والشعب العراقي. شكرا للشعب العراقي والحكومه العراقيه، الاجهزه الامنيه، لانه يوفرون ل 20 مليون زائر من كل العالم الاسلامي في هذا الحدث المهم وهذا عظيم جدا. نشكر الشعب العراقي مره اخرى لانه هذا مهم لبعث من اجل احياء الرساله المحمديه والحسينيه. خيلي ممنون. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. ان شاء الله موفق بزياره قبول ان شاء الله. خذ حافز. خذ حافز. نبقى واياكم ونحن في هذا المنفذ الذي يعج بحشود مليونيه قادمه من جمهوريه ايران الاسلاميه، وايضا هنالك الالاف ياتون من بعد الزياره ذاهبين الى هذا المنفذ. الانسيابية جدا عالية في هذا المنفذ ذهابا وإيابا، ويشهد هذا المنفذ دخول 100 زائر كل دقيقة وخروج 100 زائر كل دقيقة حسب الإحصاءات اللي موجودة من داخل المنفذ. نبقى وإياكم والساعات القادمة، وشكرا جزيلا لمشاهدينا. نحن بخدمتكم عبر شبكة المراسلين في قناة الأيام الفضائية والمنتشرين في جميع محافظات العراق. يا حسين. نعم، تحية طيبة لكم زملائي مشاهدي قناة الأيام الفضائية، وشكرا للزميل كاظم الحاوي من منفذ الشلامشة الحدودي. أوافيكم الآن من داخل منفذ زرباطي الحدودي، وهو واحد من أهم المنافذ الحدودية في البلاد، حيث أكثر من 60% من الزائرين الإيرانيين سيتم دخولهم عبر هذا المنفذ الحدودي وفق الإحصائيات الرسمية ووفق لغة الأرقام. وكما صرحت لنا هيئة المنافذ الحدودية ومدير منفذ زرباطي الحدودي، إلى حد هذه اللحظة تم دخول أكثر من 1,250,000 زائر إيراني خلال العشر أيام الماضية. إلى حد هذه اللحظة أكثر من 1,250,000 زائر إيراني عبروا عبر منفذ زرباط الحدودي باتجاه كربلاء المقدسة لأداء زيارة الأربعين. خلال ال 24 ساعة الماضية تم دخول أكثر من 170,000 زائر إيراني. أيضا على يعني صعيد المغادرة، المغادرة بدأت مبكرا هذا العام، تم مغادرة إلى حد هذه اللحظة قرابة 300,000 زائر إيراني غادروا البلاد عبر منفذ زرباطي الحدودي فقط. عملية دخول الزائرين تسير بانسيابية عالية، لم يحصل هنالك أي زحامات داخل المنفذ. على الصعيد اللوجستي هنالك نقلة نوعية في المنفذ عن الأعوام الماضية من تعبيد الشوارع والإنارة، وأيضا توفير المسقفات من أجل راحة الزائرين المارين عبر محافظة واسط باتجاه كربلاء المقدسة. تم مضاعفة عدد الحاسبات وأيضا عدد المنتسبين الأمنيين والمدنيين لختم الجوازات. جميع الزائرين الذين دخلوا البلاد تم ختم جوازهم بختم الدخول، وجميع المغادرين أيضا تم ختمهم بختم المغادرة على جوازاتهم. بالنسبة للوضع الخدمي في المنفذ، هنالك موكبين كبيرين داخل المنفذ الزرباط الحدودي، الأول العتبة الحسينية المقدسة، وهذا الموكب يقوم بتقديم أكثر من 30,000 وجبة طعام يوميا على مدى 24 ساعة، والآخر هو تابع للعتبة العباسية المقدسة يقوم بتقديم 12,000 وجبة طعام على مدى 24 ساعة. إضافة إلى هنالك مواكب أخرى جاءت من محافظات أخرى إلى منفذ الزرباط الحدودي أيضا تقوم بتقديم الطعام. إضافة إلى المواكب التابعة لهيئة الحشد الشعبي، هنالك تقريبا 5 مواكب على طول الطريق الزائرين هي تابعة لهيئة الحشد الشعبي في محافظة واسط أيضا تقوم بتقديم الطعام والشراب وأماكن الاستراحة للزائرين على مدى 24 ساعة. هذا فيما يخص الجانب الخدمي. أيضا على صعيد المواكب أيضا هنالك أكثر من 2,500 موكب حسيني
منتشرة على طول طريق زائرين في المحافظة، طريق كوت ناحية شيخ سعد باتجاه محافظة ميسان، وكوت قضاء قضاء الحي باتجاه محافظة ذي قار، إضافة إلى كوت بدرة وأيضا المناطق شمال المحافظة قضاء الصويرة وقضاء العزيزية يذهبون باتجاه يعني ناحية المسيب ومن ثم إلى محافظة كربلاء المقدسة. أيضا هناك طريق رئيسي وطريق حيوي وهو طريق كوت نعمانية ونعمانية شوملي. جميع هذه الطرق الجنوبية ستلتقي في هذا الطريق، بالتالي هذا الطريق الذي يعني فيه زخم يعني باصات وزخم عدد كبير من الزائرين، كل هذه يعني الزخم لا يؤثر على مسير الزائرين. هنالك مواكب حسينية ايضا تعمل على مدى 24 ساعه في هذه الاماكن وعلى قدم وساق، وتقدم الطعام والشراب للزائرين. على مستوى يعني نقل الزائرين من المنفذ الحدودي باتجاه مدينه الكوت، حكومه واسط المحليه وخليه زياره الأربعين عملت على وضع خطه لنقل الزائرين، وهي استنفار الجهد الهندسي التابع لديوان المحافظه وايضا يعني السيارات التابعه لجامعه واسط تقوم بنقل الزائرين من المنفذ الى مدينه الكوت بشكل مجاني. اما لنقل الزائرين باتجاه محافظه كربلاء المقدسه يتم عن طريق الباصات الكبيره وايضا السيارات الصغيره. خلال الايام الماضيه كان الزائرين يذهبون الى محافظه بغداد لزياره الامامين الكاظمين ومن ثم الى محافظه سامراء، بعد ذلك يذهبون الى كربلاء. نحن نقترب من الزياره والوقت يضيق، الحكومه المحليه قامت باغلاق هذه الطرق وجعل الزائرين يذهبون فقط باتجاه محافظه كربلاء المقدسه لاداء زياره الأربعين. هذا فيما يخص الجانب النقل وايضا الجانب الخدمي. على الصعيد الامني قياده شرطه واسط قامت بوضع ثلاث افواج طوارئ تعمل على ايضا يعني تامين طريق الزائرين وهذه الطرق الرئيسيه والفرعيه والنيسميه، ايضا شرطه نجده بغداد وايضا شرطه الطاقه وحرس الحدود، كل هذه الاصناف العسكريه موجوده تؤمن طريق الزائرين، اضافه الى هيئه الحشد الشعبي قياده عمليات واسط للحشد الشعبي ايضا تقوم بتامين طريق الزائرين على مدى 24 ساعه، اضافه الى تنظيم حركه الباصات على طول الطريق. ايضا مديريه المرور قامت بوضع مفارزها على طول الطريق للتحكم بسرعه الباصات حتى لا تحصل يعني حوادث مروريه لا سامح الله. هذا ما يخص الجانب الامني والخدمي والصحي في زياره الأربعين في منفذ زرباطي الحدودي. الان اترككم وهذه اللقطات المباشره من داخل منفذ زرباطي الحدودي وعمليه دخول الزائرين التي تسير على قدم وساق وعلى مدى 24 ساعه. زميلي محمد من منفذ زرباطي بعد ان قدم رساله موجزه من المنفذ الوافدين الى هذا المنفذ والاعداد، شكري الجزيل حبيبي استاذ محمد، ومستمرين معكم وشبكه مراسلي قناه الايام الفضائيه نقدم لكم الصوره والحدث على هذه اللقطات الحيه المباشره، وانا من مفترق طرق الخاصه على طريق حسين بن نجم اشرف وكربلاء المقدسه، ونقول لكم هذه الصوره المتجدده الجميله اللطيفه للزائرين السالكين طريق الحريه طريق ابو الاحرار الامام الحسين عليه السلام، وهذه الصور التي ننقلها عبر شبكه مراسلي قناه الايام الفضائيه، وتشاهدون بعينكم زرباطيه الشلامشة كربلاء. كاميراتنا متنقله وايضا زميلي ظفر في منتصف طريق حسين باتجاه كربلاء المقدسه، ومعي الكثير من الزائرين الذين يؤمون مرقد سيدي مولاي ابي الضيم ابو الاحرار الامام الحسيني سلام الله عليه، وهذه المسيره. سلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله. حياك حبيبي. شلونكم؟ الحمد لله زينين. الحمد لله. الحمد لله بخير ان شاء الله. سولف لي على هاي المسيره الجباره. والله هاي المسيره ان شاء الله مسيره موفقه ان شاء الله. جميل. شوف الزوار ان شاء الله. ان شاء الله كلنا رايحين خدمة الحسين. الحقيقة المواساة الحقيقية اليوم لأبي الضيم أبو الشهداء، تعال حج تعال 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 هنا منا يمي تعال منا يمي، المواساة الحقيقية لمرقد سيدي مولاي أبي الضيم هي الالتزام بالمبادئ والأخلاق الحسينية. طبعا 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 لازم نلتزم بالمبادئ ونحافظ على صلاتنا وإن شاء الله والتزام باللبس الحسيني. ازاي حسين ان شاء الله؟ كل التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق. كل التوفيق. كل التوفيق. قواك الله حجي. السلام عليكم. عليكم السلام. رحم الله والديك. شلونك؟ نعم نعم بخير. انت تخدم بالمواكب. عشرة محرم طلعناك ويانا بقناة الايام مباشر. تخدم بالمواكب وجاي على طريق الحسين. وهاي الكربة لسه بعد يبي. اي وهذا طريق الشفاء درب الشفاء هذا. هذا درب الشفاء درب الحسين درب الزوار. اي كل احنا نصح لبيك يا حسين. اي. حج رايق قاعد تمشي وتخدم لو تريد تروح مشي السادة. لا انا امشي اخدم واما الشاي هم الشاي وهم اخدم من انا ما يوصل للأربعين. وهاي قربتك وياك وياي قربتي
واترسها ما بدلتها ولا ابدلها الا يبدل الله امري الله يسعد. ان شاء الله من انصار واصحاب الحسين نسال الله ان يطيل عمركم وعمر خدام الحسين، وانتم الاعلاميين جاي توصلون الصوت للعالم كله جاي يشوفكم، وباسمي وباسم خدام الحسين نعزي العالم الاسلامي ومراجعنا العظام بهذه المناسبه استشهاد مولاي ابي الاحرار وسيد الشهداء هو الامام الحسين، واحنا كل احنا سائرين على هذا الطريق منهج الحسين، وكل احنا نصيح لبيك يا حسين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لا تنسانا من الدعاء والزياره. فدوى اروح لك، واحنا خدام الكل، كل خدام الحسين بالاخص الاعلاميين، احنا الاعلاميين قاعد يوصلون صوتنا للعالم كله، وكلها جاي يشاهد من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب، كلها جاي يشاهد على الفضائيات وتقول كلها تقول لبيك يا حسين، وان شاء الله نسال الله التشيع ان شاء الله. كل التوفيق، توصل بالسلامه وموفقين ان شاء الله. ان شاء الله ما نساكم مشاهدينا الكرام، كل التوفيق توصل بالسلامه حجي. مشاهدينا الكرام لازلنا وياكم وهذه الصور وهذه اللقطات الجميله، ويا سبحان الله اليوم نشاهد الزوار كلهم يسيرون على هذا النهج وهذه العقيده. طه جيب لي ذول الاثنين، يعني حقيقه نتمنى اليوم نطلع هذه الصوره الحسينيه المحمديه، هذه الصوره. تعال حبيبي، تعال 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 حبيبتي، تعال هنا هنا هنا. شو اسمك؟ رقيه. رقيه، ايش قاعد تسوين رقيه؟ انا قاعد اوزع للنعاس للزوار. ايه. قاعد تخدمين زوار لحسين؟ ايه. حبيبتي وانت شو اسمك؟ زوار لحسين. قاعد تخدم زوار لحسين؟ إيه. حبيبي رقيه ايش قد حلو هذا حجابك؟ فدوى اروح لك. حلوه بحجابك وكاتبه هنا فاطمه. ايه. حبيبتي موفقه. ايه. حبيبتي موفقين. مشاهدينا الكرام ننقلكم صور جميله جذابه على طريق الثورة الحسينية، هذا هو طريق الشهادة، طريق أبي عظيم، طريق أبو الأحرار، طريق سيد الشهداء، طريق الحرية، طريق الإباء، طريق الشهادة. مستمرين ننقل هذه الصور ونتقصد ناخذ صور الطفل والكبير والصغير وكل الزائرين على هذا الطريق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله. سلامات باش. متشكر. إيراني؟ إيراني بالك. من إيران؟ بالك إيران. كل توفيق. متشكر. سلامات باش. مشاهدي الكرام الكل اليوم السلام عليكم. الأخ الإيراني والعراقي يحثون الليل بالنهار للوصول إلى الهدف الأسمى. الهدف الأسمى هو زيارة الإمام الحسين بعقيدة ثابتة وراسخة وفقه. تعال 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 تعلم تعلم نادري توفيق إن شاء الله بعقيدة راسخة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قواك الله. أهلا وسهلا. أنت شلون تعوفني وتروح؟ شو أسوي؟ تاخذ وياك لقاء؟ أنا بخدمتك. أنا بخدمتك. الله يسلمك. من إيران والله. منك متعني للحسين. نعم شلون؟ نعم الله. ولقطكم واحد واحد وتعوفني وتروح. الله يسلمك. سولف لي مشاعرك جاي من إيران للحسين. بعد مشاعر الحسين بعد بعد. لبيك يا حسين. ما عندنا غير لبيك يا حسين. ونشاهد نشاهد زوار الحسين ونشاهد العقيده. والله هذا العقيده اللي هي جمره بقلوبنا. هاي عقيده ذاتيه، يعني احنا الشيعه مخصوصا عقيدتنا الذاتيه، يعني اهالينا من جابونا على حب اهل البيت سلام الله عليهم، يعني ماكو احسن من هذا. يمن يقول ابد والله ما ننسى حسين. اي ولي مهما فعل الطغاة. بعد الحسين عليه السلام واحد من اصحاب الكساء الخامس من اصحاب الكساء اللي الله سبحانه وتعالى خلق الكون. من بركات هذه المسيرة الأربعينية إنها لمت الشمل وبيها وحدة إسلامية. الحسين يجمعنا بعد. الحسين جمع العربي والإيراني وجماع الخليجي وجماع الأوروبي والبريطاني والسويدي ومختلف الجنسيات كلها تسير على هذا الطريق. اختلفت اللهجات وتوحدت كلمة يا حسين. يا حسين بالسلامة. اهلا وسهلا رحم الله والديك. انسان دعاء. ان شاء الله الله يوفقنا ونمشي بذلكم ان شاء الله. اسال الله ان يوفقنا واياكم ان شاء الله. وانت حظل رايه حجه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله الحجه ابن الحسن سلام الله عليه. اللهم عجلوا لي ان شاء الله. ان شاء الله توصل السلامة رحم الله والديك. في امان الله.
في أمان الله وحفظه. مشاهدين الكرام، لازم نتحدث ونقول بأن هذه المسيرة مسيرة عفوية، مسيرة ربانية، مسيرة أعد لها أن تكون مناصرة لحجة آل محمد مختلف الجنسيات. هذا الحجي جاي بالرطب وجايني. عليكم السلام. سلة الرطب وتوزع للزوار. والله الزائر يستحق مو الرطب، يستحق أرواحنا نعطيه إياه، لأن الزائر هذا أول شيء تعبان جاي وقاصد من بلدان بعيدة، فاعتيادي راح يتحمل الحار والتعب والطريق والتراب والسيارات والزحم الطريق، فراح نقدم له إحنا بما نستطيع أن نقدم إليه من التمر والأكل والمنام والشراب واللبس، يعني حتى الحمامات حتى التوال الصحيات، بالإضافة إلى التشجيع. يعني أهم شيء هو التشجيع، نطيء الهمة ونطيء العزم في سبيل يقصد إمامنا الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. كل التوفيق إن شاء الله لنا ولكم إن شاء الله ولجميع زوار أبي عبد الله الحسين. أصحاب الدعم اللوجستي، أنتم أصحاب الدعم اللوجستي على هذا الطريق. إن شاء الله إن شاء الله ما نقصر ونقدم خدماتنا وأرواحنا فداء لأبا عبد الله فداء الزوارة. موفقين إن شاء الله. موفقين حبيبي. يمي هنا سلام عليكم، قواك الله. شلونك؟ السلام يا هلا. الحمد لله. أنا أدري أهل البحرين أهل العفوان. نعم. والشجاعة والكبرياء والعزة، استمدوها من أبي الضيم. شاعت تعفني وتروح ليش يا حبيب؟ روح للإمام الحسين إن شاء الله. أنا منتظرك، أتأخذ ياك مقابلة. تفضل قول. سولف لي مشاعرك ورايح للحسين. مشاعر والله ما أقدر أوصفها. عشق لا يوصفه عند الإمام إن شاء الله. هناك ما أقدر أوصفه بعد. الحقيقة أنتوا أبطال تستمدون العزم من أبي الضيم، من شجاعته، شجاعة علي الأكبر. إيه نعم. من ننساكم إحنا؟ إن شاء الله ما ننساكم. وأنت اللي تنسانا بالدعاء. ما ننساكم إن شاء الله. قلبناك الدعاء والزيارة. إن الدعاء على الله الإجابة إن شاء الله. السلام يا حبيبي. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، لازم مستمرين وياكم وهذه التغطية المباشرة بالكرنفال الولاء لثورة الطف الحسينية على هذا الطريق، طريق العشق الإلهي، طريق الهيام. وطارق وهنا شي يقول لي طه، يقول لي وصلنا إلى فاصل. بعد أن أخذنا معاكم جولة على هذا الطريق، طريق الفاصل بين النجف الأشرف وطريق يا حسين الممتد إلى كربلاء المقدسة، وكانت إن في شبكة مراسلي قناة الأيام انتقالات على مختلف الطرق، أيضا لدينا انتقالة لأحد المراسلين في شبكة مراسل أيام، فإلى هناك. والمراسلين بكل المحافظات العراقية وكل الأماكن اللي حقيقة اهتمامهم الأول والكبير هي نقل الصورة الحقيقية والواقعية لزيارة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. طبعا أحبة المشاهدين، قبل ما ندخل بتفاصيل اليوم الحقيقة أتكلمكم عن كثير من المعلومات في هذا الطريق. حقيقة بعد عدة دقائق راح تبدأ صلاة المغرب. تعرفون أكثر الزائرين بصلاة المغرب يتجهون إلى المواكب من أجل أداء هذه الفريضة. طبعا قبل ما نتكلم أيضا بكثير من التفاصيل، عندنا بنية حبابة وحلوة تريد تسلم عليكم وعندها نشيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو اسمك؟ فاطمة. فاطمة. فاطمة من وين؟ من العراق. في وين من العراق؟ نجف. نجف حافظة نشيد قالوا. يلا سمعين. في عشقك المبكي غلامك التركي، في عشقك المبكي غلامك التركي، فيه العشق ما منا مضروق، يا من بارك دمدم سيمي سفيورا، يا من بارك دمدم سيمي سفيورا، معاشقك ما عنده أي ذوق، معاشقك ما عنده حبك لا مواهز، ما خذ شمرة عابس عار وشمر سيفه ويشبق بالسيوف، صاحبيك عيونك مجنونك مجنونك، صاحبيك عيونك مجنونك مجنونك، يا حسين انت عقالي يا شيخ الطفوف، يا حسين انت عقالي يا شيخ الطفوف. شكرا جزيلا. السلام عليكم. شلونك؟ انا اتبع. شو صار منك؟ بتبتي يعني بسستان، يعني ابوها سيد مؤمن، ربي يحفظهم ان شاء الله ونفتخر بيهم. من محفظ هذا النشيد؟
حافظة من اخوتها ابوها امها متقريها دائما تخلوها يهتم حسين ابوهم بالبيت يقرا دائما حتى لما عدى مجلس يقرا على حسين يقعد وحده يبكي يقرا دائما على حسين والله يعني انتم عائله مرتبطه بالامام مرتبطه هذا نسيبنا مرتبط ولادنا يعني احنا يعني حتى لو ما عدنا ناقه ولا لحسين هل نقدر يا ابو عبد الله معجزة ذاك اليوم ابنته يموت نخية العباس رجع هاي ركبته راحت واحد هاي منو ابني نخية العباس عنده صورة للعباس نخية العباس قلت له ابني بتشبك انا من زمان قال له ولادي بتشبك الطب تشيلة منها تطلع كل شيء ما ابي ابني ابني هاي ركبته صارت ركبته واحد سحكها ابني راحت الركبة واحد نخية العباس مرة ساعتين قالوا ثلاث دكاترة قالوا ما تصير نخية ابو فاضل صارت رجال ردت ركبته يعني يدخل عباس ما يفشل ابو فاضل والله ابو فاضل تشيلات ضربه ابني منها بسدر انا مخليتهم بيد العباس ولا عندي ثمانية وانا ما عندي غير ابو فاضل ما عندي لا اهل ولا اخ ولا ابو لازم العباس اي يصير شي بي انخى ابو فاضل معجزات يعني هواي صار انا وياي معجزات من اسولف ما تصدق بيهن وهذا اقل شيء تقدمي تروحين تصدق ما تصدق من اقول لك هاي المعجزه صارت من أم انا ام خضير ام خضير صارت معجزه وياي طايره من الحيطه كان شابني منا عمره 40 يوم والعباس قال لي انت ما عليك منتصره والله ورادوا يعني اشكال صار بيه وعبرت مو عبر من حوش الحوش هيك طايره والعباس طان العافيه وثلاث اشهر انا خرسه ما احكي والله خرسه هذين بنات واقفات وياي يعني كل كلام الله وهدي البيت وما حد نصرنا وطان ويراد ثمانيه بس انخاق بشده بس انخاق ابو فاضل يصير تروح كل شيء يعني جابوا لهم الاسعاف وليد دكتوره عدي دكتوره هو وليد ابنه سحق على ركبته حين الركبه راحت هيك والرجل هيك قالوا للدكاتره ما تصير ثلاث دكاتره قالوا انا ما نقدر لها وين تروح صعبه هاي قالوا انا ما نقدر نرجع ركبتك قال الدكتور قال له وين سويت رجلك وين ظلوا حايرين قالوا ما كذب يراون اصور الدكتور يقول له انت هاي رجلك صدق يقول له مو صدق ومن الله والعباس ورجعت ركبتك كل شيء ما ابي وهو دكتوره والله جاي قاعد بالبيت يدرس هاي بركات هاي هسه استوها يعني ما صار اي والله يعني. خضيرت من النجف انا من خضير من انا من الريف وبس انا هنا يعني نعم. كل كم سنه تروحين زياره 40 انا والله كل سنه دائما اروح كل ما تجي اروح للاربعينيه نعم. اقدر ما اقدر اخذ بنات وهاي اروح لا صادفت في يوم مثلا ما تقدرين الا تروحين ما اقدر والله هسه ما اقدر وعندي زوار بالبيت قلت للبنات يلا يما خنروح وهسه خلاص زواري بالبيت الله والله خلاص شنيت وهاي طيت هالغراض هاي قلت له الحسين مخير انت دعواتك يعني ما شاء الله مستجاب والله معجزه والله معجزه ما تصدق بيها وطني يا ابو فاضل معجزه يعني ما حد يصدق بيها دعينا دعينا ادعي لك بعيوني يحفظ كل شباب بجاه القاسم بجاه شباب القاسم بجاه الحسين بجاه الرضيع بجاه رقية بنت الحسين ترحم كل شباب وترحم نبيلات وشافك المريض وترحم كل فقير واحنا من عربهم وتستر كل بنيه وتستر بنيات يا ابو وحده لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين ترحم كل لبيك يا حسين الله يحفظك روحي ورب يحفظكم ان شاء الله يا ريت يحفظ كل شباب ممنون شكرا كل الشباب وشاف كل مريض رحم الله والديك الله يحفظك شلون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عرف باسمك ومن وين ذو الفقار الشبلي من النجف النجف ما شاء الله النجف بدوا يطلعون ان شاء الله ان شاء الله بالاخير راح عظم الله لكم المصاب الله احنا نروح مره ومرتين ان شاء الله معقوله من الموت انا ان شاء الله يعني ان شاء الله ان شاء الله ثلاثة. يوم وليلتين هذا هو ان شاء الله, الله بس اريد اقول لك شغله واحده تفضل اريد الدول العربيه كلها تسمع الانبياء والرسل كلهم عندهم معجزات وهاي معجزه الحسين كل سنه جاي تتكرر ملايين الزوار جاي تروح وجاي تمشي وجاي توصل وهل شوفوا ابو الموكب ايش قد يطبخ خمس قدوره سته عشره شلون الواد كله اتحداك تسال واحد يطلع جوعان اتحداك تسال واحد هاي شلون هاي معجزه من الحسين اتحدى واحد هسه يقول تعبان يعني هسه يمشي بنص الزوار من يمشي واحد يتنوع للعمود يقول العمود الثاني شلون يوصل له يعني يتعب بس من يمشي بنص الزوار عشر عمدان هو ما يدري بيهن يا سبحان الله الارض جاي تنطوي من توصله وجاي يوصل بدون تعب والله صدق يعني والله فكرة مضيف. هذا لكن شلون ده يكفي والله شلون ده يكفي يعني خلي ايش قد تطبخ الوادم ملايين يعني السنة اللي راحت 21 مليون زائر هالسنة ممكن أكثر هالسنة أنا متأكد راح يفوق 30 مليون ما شاء الله زين تعال مثلا هسه خلنا نفرض ريوك كم بيضة تكفي الزائر تعال جيب يعني كم هائل تعال تحسبها هم هائل
يطلع اكثر من انتاج العراق. معجزه بمشيها، معجزه باكلها، معجزه بمنامها، معجزه بكل شيء. يعني تريد لك هسه شخص ما عنده بطانيه ينام، ما عنده مخده ينام؟ تعال شوف يعني دول هوايه، يعني هسه يمكن اذا انطب ما يتحمل. عندك السعوديه ابسط شيء الحج ما يتحملون اكثر من مليونين ونص. عدد يقول لك عدد اريد هالقد. زين تعال السنه انا متاكد راح يفوق 30 مليون زائر، تزايد ان شاء الله وعلى بركه الحسين. شكلك حافظ شعر رادود عندك؟ لا شكلك انا ما حسيت. لا ما حافظ. الله يخليك، رحم الله والديك. شعر على الامام الحسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من وين؟ من الاهواز، ايران. من وين؟ من الاهواز. من كنت عبد الله. انا طبعا لسه صح يصير الاذان، بس اريد هوسه اهوازيه بحق الامام الحسين. حق الامام الحسين اقول اسمك بالكرم معروف، واحنا نشهد بهايه. حاتم لو عدل كان بحقك شا سولف هوايه. اهل الكرم من زمان لاهلك شاله والرايه يشرف ب من بسم الله الرحمن الرحيم. يقول اسمك بالكرم معروف واحنا نشهد بهايه. اسمك بالكرم معروف واحنا نشهد بهايه. حاتم لو عدل كان بحقك شا سولف هوايه. اهل الكرم من زمان لأهلك شاله والرايه من نهلك جايبها السيره. يقول ايه من نزل عباس بطف من نزل ايه، مو صدفه واجال حسين حط بيمنه الرايه. فارس داهي الفرسان لاهل البيت دكثايه حيدر بالحومه. تحشم زينب العباس تقول لك اقعد يا والينا خيل وزلم بالميدان والخيم داروا عليها. هالنومة تقول لي لا وين حد هو وين تاليها عباس قعد بعد عيوني عباس قعد بعد عيوني عباس قعد بعد عيوني. أحبة المشاهدين تغطية الأيام مستمرة وراح ننتقل لكثير من مراسلينا ولكن بعد أذان.